حصريا على شبكة المعالي الإسلامية. أماهما لي والهموم تلاطما بل موج شعاري هاج بالأحزان ورأيت من سفن الطموح مواكبا تسرت بأيدي الناس في استنجاني لما ركبت سفينة التقوى جرت وشراعها من جذوة الإيمان ربانها الإسلام يرفع رأسه وقوامها من صفحة القرآن وأخذت أسعى للهدى بجلادة وصارع الأهوال باستيطاني إني رأيت الزهر كيف تمايلت أغصانه من وطأة الإفتان أماهما لي والهموم تلاطمت بل موج شعاري هاج بالأحزان ورأيت من سفن الطموح مواكبا كسرت بأيدي الناس في استهجاني وخشيت من ريح الهوى فثاقلت ثمر الحياء فأثبتت أغصاني ولقد سموت وداخلي حمالة للورد أحفظها من النيران أماه إني كلما أبصرتكم هزت جذور مودتي بحناني فهيم في تقبيل أقدام فلا تكفي يديك للوعة الوجدان أماهما لي والهموم تلاطما بل موج شعاري هاج بالأحزان ورأيت من سفن الطموح مواكبا كسرت بأيدي الناس في استهجاني فلربما شق الزمان جداولا فتقادمت فيها كلا القدمان أوربما تضعين كفك فارتخت ستر الحنان ففاضت العينان لكنني عند انحنائي ها هنا أجد الأطايب من أثير جناني كم قد عشقت وجودكم فتعانقت روحي وروحك فارتوى الغصنان أماهما لي والهموم تلاطمت بل موج شعاري هاج بالأحزان ورأيت من سفن الطموح مواكبا كسرت بأيدي الناس أجد الحلاوة حين نجلس في الدجى نتسامر الآيات في اطمئنان كم قد تجاذبنا الحديث فهزنا صوت اللذان محرك الأشجان أماه كيف أفي حقوقك لن أفي فوداد قلبك مفعم الريحان لازال مدرار الفضائل سائر يسقي لدي مواطن الإيمان أماهما لي والهموم تلاطمت بل موج شعاري هاج بالأحزان ورأيت من سفن الطموح مواكبا كسرت بأيدي الناس في استهجاني أولست إذ أخلفت وردي وبخت كلماتكم روحي على النسيان أماه أنت صديقتي وحبيبتي بل أنت درس فاض بالإحسان
الصبر فيك سجية كم أيقظت روح التصبر في رضا الرحمن ما هو عذرا ما وفيت حقوقكم كيف الوفاء يفي ربا التحنان الموج شعاري هاج بالأحزان ورأيت من سفن الطموح مراكبا كسرا بأيدي الناس في استهجاني أماه مالي والهموم تلاطمت بل موج شعري هاج بالأحزان ورأيت من سفن الطموح مواكبا كسرت بأيدي الناس في استهجاني you